البوم طائر جارح له عدة خصائص مميزة، أبرزها حاسة السمع القوية وريشه الناعم الذي يسمح له بالطيران الصامت. القبس الإلكتروني التقط الدكتور مشعل الشمري أحد أعضاء فريق الكويت للبوم وهاوي تربية هذا الطير الجميل. احنا مجموعة شوي من الشباب الكويتيين هني بالكويت حابين طير البومة بشكل عام، والحمد لله الله قدرنا ان نجيبهم ونبدا نربيهم، والحمد لله عندنا اياهم وبطريقة رسمية معاهم جوازاتهم وحيولهم. انا بشكل عام احب الحيوانات والطيور، البوم ما في منه شيء نادر الواحد يربيه، حلو وحجمه كبير ومو سهلة تربيته، فلما يكون عندنا مقتنينه يكون شيء حلو الواحد يكون يقتني طير مثل طير البومة. بشكل عام تربيته مو سهلة ولا صعبة، يعني بين البينين، يبي له شوي صبر، أكله يبي له تنظيف، يبي له مدارة، والاهتمام والتنظيف هذا نفس حالة أي طير ثاني، يعني برد الأظافر، برد البنقار، السباحة. اخترت الإيجل كونه كبير، أكبر حجم البومة بشكل عام، وهو أكبر حجم يوصل تقريبا ارتفاعه 75 سنتي، وكون أحبه لأنه شرس شوية، أشرس من باجي البوم. ما أشوف فيها نحس وفقر، هذه مقولة قديمة يعني، كلش ما لها شغل بالنحس والفقر. الناس طلعت عليها الرواية لأنها تصيد بالليل بس، لا أكثر ولا أقل، وصوتها بشكل عام ما أشوف فيها نحس ولا فقر، بالعكس طير جميل جدا. يفرق سعر الطير حسب نوعه ومن أي مورد أو مصدر إحنا نجيب الطير، نظافة الطير طبعا تحكم، العمر، في أنواع نادرة ترتفع أسعارها، في ألوان نادرة، في ألوان هجينة. الفترة الأخيرة لاحظنا أن وايد ناس بدأت تصير البوم العابر مثلاً، أو البوم اللي عندنا بالطبيعة، طبعاً الكويت فيها نوع من أنواع البوم مش موجود بالطبيعة، هذا صيده حرام، صعب أنه يتربى، صعب أنه يأكل من الأكل اللي إحنا نوكل إياه، فإحنا نفضل اللي يبي يقتني طير البوم في طرق سيدة وسليمة بجواز وبفحص الـ DNA وأكله موجود وشغله موجود، أحسن ما احنا نجيب طير من الطبيعة.